أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا يجوز أن نخجل من أنفسنا في أي حالة من الحالات إلا عند ارتكاب الخطايا والجرائم والمعاصي. لابد أن نكون دائما مرفوعي الرأس حتى عند الفشل والهزيمة، إذ لا يجوز أن تنال الهزائم أو ينال الفشل من ثقتنا بأنفسنا. وحتى لو شعرنا بأننا لا نملك من القدرات والطاقات ما ننجح بها في الحياة، فالتوكل على الله عز وجل يكفينا في ذلك. يمكن شخص يقول: حاولت عدة مرات أن أنجح في عمل من الأعمال، فشلت، أنا عندي نقص في المهارات. يمكن عندك نقص في المهارات، لكن توكلك على الله يرفع هذا النقص. أنت غير قادر على النجاح، لكن رب العالمين قادر على أن ينجحك. إعادة الثقة رد صحيح على حدوث فشل كبير أو صغير أو هزيمة نكرة. أتذكر أنني ذهبت إلى بلد كان بعض أصدقائي خاضوا تجربة الانتخابات وفشلوا في إحراز النجاح فيها. رأيتهم مهزومين إلى درجة أن بعضهم التزم بيته، كان كأنه يخجل من الناس أن يطلع برا، كان ما يخرج للشارع إلا عند الاضطرار. أخذت بيد أحدهم وخرجت به إلى السوق وقلت له: انظر إلى هؤلاء الناس الذين يسلمون عليك وتسلم عليهم، أغلبهم ما يدري من اللي نجح من اللي فشل، بل لعل بعضهم يظن أنك أنت اللي نجحت ومو منافسك هو الذي نجح وانت فشلت. قال لي: كيف يكون ذلك وقد رأوا صوري على الجدران وسمعوا النتائج وأنا ما طلعت في الانتخابات؟ قلت: أولا ليس كل الناس يتابعون الأخبار، وثانيا حتى أولئك الذين يعرفون أنك لم تنجح فإنهم لا ينظرون إليك وكأنك تغيرت من إنسان إلى كائن آخر، بعدك هو هذا الرجل. ثم إنك تحمل الآن صفة المرشح لمنصب كذا. يعني أحيانا تشوف واحد الناس يحترموه، تسأل: هذا منه؟ هذا رئيس؟ لا. هذا وزير؟ لا. هذا مدير دائرة؟ لا. هذا شنو؟ هذا مرشح للرئاسة. أنت الآن تحمل صفة مرشح للانتخابات، هذا بحد ذاته فرض صفة إضافية على شخصيتك. ثم هل أنت خسرت إمكاناتك وطاقاتك؟ يعني صرت أعمى، صرت أصم، صرت أطرش مثلا؟ أنت نفسك هذا الرجل، مرة تنجح مرة تفشل، مرة تفشل ثم تنجح. ثالثا قلت له: لا تنسى أن هنالك كتلتين، كتلة الشعب وكتلة السلطة. قليلة هي الأوقات التي تكون الكتلتين مجتمعتين، يعني كتلة السلطة وكتلة الشعب واحدة. في الأعم الأغلب من التاريخ كانت كتلة الناس منفصلة عن كتلة السلطات، الرؤساء، الزعماء في طبقة معينة بعيدين عن الناس في أبراج عاجية جالسين، والناس في مكان آخر. قلت: أنت لم تنجح في الانتخابات، يعني لم تنتقل من كتلة الشعب إلى كتلة السلطة، فأنت لازلت في كتلة الشعب، وهي الأساس، وهي المحور، وهي الهدف. وحتى في الانتخابات فإن المرشحين يحاولون الصعود على أكتاف الناس لإحراز المناصب، فلماذا
ما دام الحالة بهالشكل تشعر بالانتكاسة وتخجل من مواجهة الناس وتقطع عنهم. ثم لا تنسى أن مشكلتك هذه ليست بحجم الكون أو حجم الشمس أو الأرض، هي واحدة من المشاكل العابرة التي تحفل بها الحياة بالألوف كل يوم بالنسبة لكل الناس. قال: أيها السيد، الهزيمة مرة. قلت: هذا يرجع إليك، فإذا أردتها مرة كانت مرة، وإذا أردتها حلوة كانت حلوة، إذا أردتها بلا طعم كانت بلا طعم. قال: يعني يمكن تكون هزيمة وحلاوة؟ قلت: نعم، لأن أي شيء بما في ذلك الفشل لا يخلو من جوانب إيجابية إلى جنب الجوانب السلبية. قال: حتى الفشل في الانتخابات له جوانب إيجابية؟ قلت: نعم، كثيرة هي الجوانب الإيجابية في الفشل في الانتخابات، على رأسها الانتخابات. ليش؟ لأن للفشل فيها جوانب إيجابية كثيرة. أنت الآن تنام الليل مرتاح البال، ليست عليك مسؤوليات أمام الناس ولا أمام الله، كما أن احتمال طغيانك يقل، ولديك فرص كثيرة لكي تهيئ نفسك للانتخابات القادمة. فأنت الآن تعيش حر مع عائلتك، مسؤوليات ماكو عليك، الناس من تخبوك، لا أمام الله أنت مسؤول ولا أمام نفسك. بعدين أنت تملك الآن وقت أكثر ممن قد نجح، دخل في السلطة التنفيذية، راح يغوص في هذه السلطة، أنت عندك مجال تقرأ، تتأمل، تفكر، تعيش مع الناس، تعيش مع عائلتك، وقتك صار إليك. جوانب إيجابية كثيرة من كل حول كل فشل، وجوانب سلبية كثيرة حول كل نجاح. المهم أن عليك أن تكون مرفوع الرأس إذا كنت من الناس الملتزمين بالصلاح، ولم تكن ممن يرتكب الجرائم والمعاصي. فما دمت مؤمنا بالله، صادقا مع النفس، وصادقا مع الناس، وصادقا مع ربك، كن مرفوع الرأس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.